يا صباح الخير والسرور، يا هلا وغلا بطق متابعين بالعالم. والله يا هي برد برد برد، درجة الحرارة 14 اليوم. عندنا اعلان غير خاص لمين؟ خاص للشركات والماركات المعروفة. عند مين؟ عند صناعية الشمال اللي موجودة شمال الرياض. ما شاء الله تبارك الله، يسولفون لي قبل شوي الورش اللي داخل كله فل. عاد عندهم معروف في مراكز وشركات كثيرة ومعروفة، بنشوف الحين مع بعض. اللي يبون يورونكم فيه محلات تجارية على الشارع العام، مضبوط، وبنشوف الحين مع بعض. مو شرط ورش، خلاص اكتملوا. يبون الماركات، يبون الشركات، الشركات المعروفة، مطعم، كافي، أي شركة معروفة في موجود محلات. تعالوا الحين مع بعض، خلنا نأخذ لكم لفة سريعة وتشوفونها. خاص للناس اللي عندهم محلات وبراندات معروفة، يبي يفتح هنا. أول شيء تشوفون اللطمة، ترى من البرد، هواء وبرد، أجواء خيالية، يا ربك عمد الشكر. الصناعية الشمالية، للمعلومية في كثير منكم ما يدري، ترى حجم المدينة هذه ومساحة المدينة 250 ألف متر، مدينة كاملة ومتكاملة من جميع النواحي، كل شيء يخص السيارات، من صيانة، من مركز سمكرة، من كل شيء يخص السيارات موجود عندهم. تعالوا الحين بناخذ لكم لفة سريعة ونشوف المركز الكبير والمدينة المتكاملة. ستاربكس موجود، حتى وقت اللياقة موجود، جاي عندك سيارتك بتطول ساعة ساعتين وعندك اشتراك وقت اللياقة، تقدر تجي تدخل وتتمرن. أنا مستغرب، هذه مو مدينة صناعية، هذه مدينة متكاملة من جميع النواحي ما شاء الله. حتى مطعم البيك واللي يحبونه موجود. الحلو بالموضوع النظافة على مدار 24 ساعة، كل شيء نظيف، كل شيء مرتب قدامك. يلا هنا الواجهة الأمامية اللي جاية بالزاوية، منظر على كيف كيفك، مكان يفتح النفس قدام المطاعم والكافيات. كراسي هنا موجودة، عمال النظافة الله يعطيهم العافية بكل وقت، مكان نظيف مرتب ورايق، وتجي أنت هنا تستمتع إذا أنت موقف سيارتك بوحدة من الورش اللي موجودة داخل. دوريات أمنية موجودة على مدار 24 ساعة، حتى سياراتهم فخمة ما شاء الله تبارك الله. تعالوا باقي بوريكم أشياء كثيرة، ترى ما شفنا إلا 1% من المدينة هذه، وموجود على الشوارع التجارية لا يقل عن 220 معرض، تشمل جميع المجالات، من قطع غيار، من زينة، من كل شيء أنت تحتاجه لسيارتك وغير سيارتك. اللوحة هذه من أول ما تجي من عند أي شارع راح تشوفها، حتى بالليل راح تكون إضاءتها خيالية. تعالوا ما خلصنا، دانكن وموجود، لا وبعد درايف ثرو، البترول الذهبي موجود، حتى مركز أوتو بوكس موجود، تغيير كفرات، زيت، ميزان، صيانة سريعة، تعبئة فريون، أشياء بسيطة. زيوت سما وجميع أنواع الزيوت عند مركز مصدر الزيوت، شوفوا لكم محل ما شاء الله تبارك الله. بعدين جايبين طريقة حلوة، الخدمة السريعة، تعالوا أوريكم. شوف تدخل سيارتك كأنه درايف ثرو، يغيرون زيتك وتطلع من الجهة الثانية، شغل مرتب. حتى شركة جينيسيس جاري الافتتاح قريبا، بتشوفون اغلب الشركات والماركات موجودة عندهم. حتى سلامة، مركز الفحص الفني الدوري النموذجي للمركبات موجود، هذول اللي يفحصون سياراتهم. شوفوا السيارات ما شاء الله تبارك الله، قد صورناها لكم من قبل. مركز مراكب قد صورناه لكم وعلنا له قبل، موجود بعد بصناعية الشمال، مركز متخصص بالسمكرة وبالميكانيكا وبكل شيء يخص السيارات، وشغلهم من الآخر الجميح للسيارات. مركز خدمة شل موجود، تقييم الهيئة السعودية للمقيمين والمعتمدين، مركز التدريب والتطوير بعد برضو موجود هنا. مركز سباركل ما شاء الله تبارك الله، مركز مختص بالتلميع المتعمق، أشياء وخدمات مميزة معروفة وكثير من الناس يعرفه ما شاء الله تبارك الله، برضو موجود. طبعا ما شاء الله تبارك الله بحر ما يمدينا نغطي كل شيء، لو بصور كل شيء ما راح نقدر إلا بعد بكرة.
هنا لا يقل عن 153 مركز صيانة بجميع أنواع الشركات وبجميع أنواع المحلات. شوفوا على مد النظر ما شاء الله تبارك الله 153 مركز صيانة. هنا نجي لشارع الوكالات، نبدأ أول شيء بالمجدوعي شنجان، مركز صيانة وقطع غيار. الشارع هذا كله شوفوا على اليمين كله هنا أغلب الوكالات مراكز الصيانة موجودة هنا، وبالمرة واحد واحد. هنا نجي لمركز هافان حبايب القلب، لا هم ولا شنجان، أنا الباور والتانك أجي صين هنا، ولهم أكثر من مركز ترى صيانة. هنا موجود سمكر ودهان قطع غيار مدخل صيانة، وهناك المركز حق الاستقبال. تونا ما خلصنا حبيب، في مراكز وشركات ثانية. مركز الصيانة حق فلكس واجن تبع سماكو توهم فاتحين لهم يومين، أنا أدري كثير منكم ما يدري إنه في مركز صيانة لسماكو الفلكس واجن، بس صناعية شمالية، اللي ساكن هنا قريب ترى قريب ما يحتاج تدخل المخرج طريق خريس، برضو موجودين صناعية شمالية. حبايبنا الجبر وكيل كيا بالسعودية مركز صيانة موجود هنا بعد، تدرون أول مرة أدري إنه هنا موجود، ما شاء الله تبارك الله. ام جي مركز الصيانة بعد موجود. المالكي تقدير السيارات وأضرار الحوادث موجود، إذا صار لك حادث من غيشر هنا تجي تقدر سيارتك. شوفوا كم مسار، برضو موجود بالصناعية الشمالية. هنا الشارع يسمونه شارع أوروبي، هنا الشارع هذا كله للسيارات الأوروبية المرسيدس البي ام مراكز صيانة. لكن لاحظت شيء يا صديقي، لاحظت النظافة، ما كأنك جاي المدينة صناعية. بالعادة مدينة صناعية تلقى سيارة هنا مكسرة، هذا شيء مغط، هذا كأنك داخل المركز، داخل حي راقي ما شاء الله تبارك الله. شوف المراكز، شوف شوف على مدى النظر، شوارع وسيعة 60 40 20، محلات مرتبة، تصاميم حلوة تفتح النفس، شغل مرتب. هنا مخصصين لك مركز ومنطقة المكاتب تأجير السيارات. شوفوا حتى المواقف، أكثر شيء يهم مكاتب التأجير المواقف. شوفوا المواقف على مدى النظر والمراكز، يلو وينك عن هالمكان. طبعا في منطقة ثانية فيها مكاتب سيارات بنشوفها الحين، بس هذه من ضمن المحلات المتبقية. مكاتب تأجير السيارات مكان هنا شيء مهم، ليش؟ يوقف سيارته بالصيانة الرجال اللي هنا، أو واحد متعطل أو أي شيء يوقف سيارته، أكيد إنه بيستأجر السيارة، فوجودهم هنا مهم. بوريكم المكان الثاني اللي فيه مكاتب تأجير سيارات. مركز الشعالي تذكرون صورناه، وعندهم البقيات والدبابات والجولف والأشياء الحلوة موجودين بعد. القسم الثاني المكاتب التأجير، ركايب ذيب والفارس موجودين بعد. توكيلات الجزيرة مركز صيانة موجود هنا، نفس ما قلت لكم اللي موجود بالشمال يجي يقدر يصين سيارته هنا. ولا ننسى بعد مكتب صخر تأجير السيارات. الحلو بالموضوع انت جيت استأجرت محل هنا، اكيد اول شيء يجي ببالك سكن للعمال، موفرين لك سكن لا يقل عن 350 وحدة سكنية تشمل غرف مطابخ اشياء مرتبة وحلوة. ولا هنا وحدة من الوحدات اللي بندخل الحين على بشكل سريع، ما حد يقدر يدخل هنا الا عن طريق البصمة، ما في احد، اي عامل هنا يدخل لازم يضغط هنا البصمة ويدخل يفتح له الباب. افتحوا لنا بالمصبة، تعالوا بوريكم. شوف مساك الله بخير، كيف الحال؟ حقين الامن موجودين بكل مكان، اماكن السكن داخل المركز بكل مكان موجودين. وشوف اللفت، شوف الترتيبات ما شاء الله تبارك الله. هذا دور من واحد من الادوار الموجوده، لاحظوا معي هنا مثبته كاميرات حقت مراقبه، يعني مجهزين لك المكان من جميع النواحي. اول ما يدخل العامل حقك بيلقى مكان حلو ومرتب، المطبخ، المغسله، دوره المياه انت بكرامه، غرفه النوم اللي مجهزه احلى تجهيز. لفت انتباهي وانا صاعد فوق قبل شوي، هذه موجوده، سالته مشي قال هنا في شيخ موجود يعلمهم القران اللي بيدخل الاسلام، حلقات لغه عربيه، كل الاشياء موجوده. لاحظت ما شاء الله تبارك الله انهم حريصين على جميع النواحي، لا السكن، لا النظافة، لا الترتيب، حتى الأشياء الدينية موجودة عندهم. أنا توي أقتنع الحين وأعرف أن هذه مدينة صناعية نموذجية
مو أي مدينة صناعية. خلاصة التغطية هذه، واعذرونا كثرنا عليكم السنابات. هذا يا صديقي للناس اللي يبغون يستثمرون بمكان فخم ومتكامل من جميع الجهات. هذه أرقامهم، تقدرون تتواصلون معهم وتستفسرون عن أي شيء تبونه. أنت بتستثمر بهالمكان ما راح تكون خسران. الأشياء اللي شفته ما شاء الله تبارك الله. والمعلومية ترى محلات عددهم محدود، اللي متبقي لا تحسبونه كثير، عدد قليل ومحدود موجود. وبالتوفيق للجميع، في أمان الله.